متواجدون بالمركز الثقافي الإسلامي فرع ولاية ديرد، أين يقام حفل تكريم حفظة كتاب الله وذلك إحياء لذكرى الإسراء والمعراج. تابعوا معنا. نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ديرد بالتنسيق مع المركز الثقافي الإسلامي حفلا بهيجا، أين تم تكريم بعض الحفظة والحافظات لكتاب الله وكذا الأخوات التي حزن على الإجازات في قراءة القرآن الكريم. أدعوه الرحمن الرحيم، صلى الله وبارك على النبي المصطفى الكريم. فبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ولاية ديرد حفلا بهيجا. في هذا السياق تم تكريم بعض الحفظة والحافظات لكتاب الله جل وعلا، وهذا يدل على فاعلية النظام التعليمي للقرآن الكريم في هذه الولاية ولمجهوداته الطيبة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا طالبة سهام مجدوب من ولاية ديرد بلدية عين ذهب، متحصلة على الإجازة من برواية ورشة من طريق الشاطبية. الحمد لله الذي وفقني لهذا النجاح، وما أعظمه من نجاح أن يتصل سندي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما أشكر الشيخ الفاضل عيسى الحاج على مجهوداته الجبارة التي بذلها معنا طيلة مدة عامين، فأسأل الله تعالى له خير الجزاء وأن يجزيه عنا خير الجزاء. اليوم بحمد الله تم تكريمنا من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف، فنحمد الله على هذا التكريم، ونتمنى إن شاء الله نكونوا حنايا قدوة للطالبات والتلاميذ اللي مازالوا ما بداوش في حفظ كتاب الله. والآن أجواء استثنائية عاشتها الحافظات المتواجدات في هذا الحفل، وهن يتوجن بخير الكتب. فجمال القرآن هو أنك لا تستطيع تغيير كلماته، لكن كلماته تستطيع أن تغيرك وتسعدك مثلما أسعدت هؤلاء الحفظات.